بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كم بالجعاجع ليس شيء تحتها إلا الصدى كالبوم في الخربان. ونظير هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان. لو كان موصوفا لكان مرتبا، فالوصف والتركيب متحدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الإمام ابن القيم رحمه الله يرد على نفاة الصفات لله عز وجل، الذين يقولون إنه يلزم من إثباتها التجسيم. سبق أن هذه الكلمة التجسيم ليس لها وجود في الكتاب والسنة، وإنما المنفي عن الله هو التشبيه والتمثيل والند والكفر، هذا الذي نفاه الله عن نفسه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، هذا الذي نفاه الله عن نفسه، ولم يقل ولم ينفي عن نفسه الجسم أو يثبته لنفسه. فهذا من محدثات علماء الكلام، فهو مردود لا يعول عليه. وشبهه ابن القيم بنعيد البوم على القراب، القراب البوم فصيح على فوق الخراب وليس لصوتها فائدة، فكلام هؤلاء مثل أصوات البوم على القربات لا يلتفت إليه، أو مثل نبح الكلاب لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يقام له وزن، بل المعول على الكتاب والسنة، هذا هو المعول. ومثل قول ملحدهم، مثل التجسيم، يعني قول ملحدهم إن إثبات الصفات يقتضي التركيب، أن الله مركب من هذه الصفات، وهذا كلام باطل. التركيب ما جاء له ذكر لا في الكتاب ولا في السنة، ولا نفاه الله عن نفسه ولا أثبته. فنحن لا ندخل في أشياء لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، ولا نقيم لها وزنا إلا من باب الرد عليها وإبطالها. نعم. لو كان موصوفا لكان مرتبا، فالوصف والتركيب متحدان. ما هو الوصف والتركيب متلازمان؟ هذا اصطلاح من عند هذا القائل. ما يلزم من إثبات الصفات التركيب، وكما أنه لا يلزم من إثبات الصفات التجسيم. نعم. ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم إلى الأركان. هذا المنجنيق الذي نصبتموه لرمي أهل السنة والجماعة به، وهذا الطاغوت الذي حكمتموه وهو لفظ التجسيم والتركيب، هذا يرجع عليكم أنتم ولا يضر أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة متحصنون بالكتاب والسنة، وأما أنتم فليس لكم حصن إلا هذا الهراء الفارغ الذي لا قيمة له. نعم. والله ربي قد أعان بكسر ذا
وبقطع لا سبحان للسبحان. الله أعان أهل السنة على تدمير هذه الأقاويل وإبطالها بمعاول الكتاب والسنة. نعم. والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان. فلئن زعمتم أن هذا لازم قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك للحق وأحسن تفسيرا. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات: لا يأتي أهل الباطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها ويبينها. في مختلف الأزمان إذا رجع إلى القرآن أبطل جميع الشبهات. نعم. فلئن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم حقا لزوم بياني فلنا جوابات ثلاث كلها. إذا قلتم أنه يلزم من إثبات الصفات إثبات التجسيد، واللازم إذا كان باطلا فإن الملزوم يكون باطلا. أنا نجيبكم عن ذلك بثلاثة أجوبة. نعم. فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان. الأول أنه لا يلزم، نجيب بأنه لا يلزم. من قال أنه يلزم من إثبات الصفات إثبات التجسيد أو التركيب؟ ما قال هذا إلا أنتم، أما الرسل وأتباعهم ما قالوا هذا. ثانيا إذا صار يلزم، إذا تنزلنا وقلنا أنه يلزم، فلازم الحق حق. إذا كان أنه يلزم من إثبات الصفات إثبات التجسيم والتركيب فلازم الحق حق ولازم الباطل باطل، لكن أثبتوا لنا أنه يلزم. ما يمكن أنه يلزم إلا وهو حق. نعم. لازم الحق يكون حقا، هذا على فرض أنه يلزم. نعم. منع اللزوم وما بأيديكم سوى دعوى مجردة من البرهان. منع الدعوى اللزوم نقول ما يلزم. نعم. وأنتم أثبتوا اللزوم، عليكم الإثبات، ما دام لم تثبتوا فلا قبول لقولكم. نعم. لا يرتضيها عالم أو عاقل بل تلك حيلة مفلس فالثاني. حيلة لجأتم إليها لنفي الصفات، وإلا أنتم تعلمون إنه ما تلزم القرآن والسنة، لا يلزم عليهما باطل أبدا، لأنها تنجيل من حكيم حميد، كتاب محكمت آياته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يمكن أن يلزم القرآن والسنة شيء من الباطل. هذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بأنه ملزوم بالباطل والعياذ بالله، وهذا ممنوع. هذا الجواب الأول. فلئن زعمتم أن منع لزومه منكم مكابرة على البطلان فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيان. إيه إذا قلتم أنه لازم ولكنكم تنفونه وهو لازم، قلنا إذا كان يلزم للقرآن والسنة فلازم القرآن والسنة صحيح، لازم الحق حق ولازم الباطل باطل،
لكن عليكم الإثبات أولا أنه يلزم. ما دام يلزم فنحن لا نجادل في كلام الله وكلام رسوله. نعم. إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق وهو ذو برهان. لازم الحق حق، لا يمكن يلزم القرآن والسنة إلا حق. نعم. والحق لازمه فحق مثله أن يكون الشيء ذا بطلان. نعم، هذا الجواب الثاني هو واضح. نعم. ويكون ملزوما به حقا فذا عين المحال وليس ذا إمكان. إن الحق يلزم عليه باطل هذا محال، الحق لا يلزم عليه باطل أبدا، وإنما لازم الحق حق. نعم. فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن. نعم. وجعلتم أتباعه ما تسترا خوفا من التصريح بالكفران. وجعلتم أتباعه ما تسترا تسترا. وجعلتم أتباعه ما تسترا. البيت في ركاكة أنا ما لي كنف المخطوطة في نفة ولا هي بأنباعه في نسخة عفى الله عنك. يقول وجعلتم أتباعهما تسترا. أتباعهما بالتثنية. اي نعم، هذا ما هو صحيح هذا. نعم. وجعلتم أتباعهما تسترا خوفا من تسترا. لا هي تسترا أكيد بحذفنا. لا ولا بحذفنا. وجعلتم أتباعهما تسترا. ما هذه كأنها زائدة لأجل الوزن فقط، زائدة لأجل الوزن. ومعنى كلامه رحمه الله أنه يقول أنتم رميتم أتباع الكتاب والسنة، لأنه سبق في البيت اللي قبله قول الرسول ومحكم القرآن، قول الرسول ومحكم القرآن. يقول أنتم لم تسموا القرآن والسنة تجسيما، بل سميتم أتباع القرآن والسنة مجسمة من باب التستر، وإلا أنتم تريدون الأول، تريدون أن القرآن والسنة جاء بالتجسيم، لكن ما صرحتم بهذا، ما قلتم القرآن والسنة تجسيم، بل قلتم أهل السنة والجماعة مجسمة. هذا معنى كلامه. والبيت الحقيقة ركيك، يحتاج إلى مراجعة للأصول. نعم. في نسخة الشيخ ابن سحمان حش علي في قوله هكذا وجدته في الأصل تبعهما تسترا. المهم أنه ظهر لنا المعنى، وأما اللفظ أمر السهل. المعنى يقول أنكم بدل ما تقولون أن القرآن والسنة فيهما التجسيم رميتم أهل السنة والجماعة وقلتم إنهم مجسمة، ولم تقولوا إن القرآن والسنة تجسيم من بعد التستر، وإلا أنتم تريدون الأول، تريدون أن القرآن والسنة تجسيم، لكن خفتم على أنفسكم من قولة أهل الحق فما نسبتم هذا للكتاب والسنة، وإنما نسبتوه للأتباع، أتباع الكتاب والسنة. هذا معنى كلامك. نعم. خوفا من التصريح بالكفران. شوف، خوفا من التصريح، لو قلتم القرآن والسنة تجسيم هذا كفر، كفر صريح. أنتم تحاشيتم هذا ووجهتم التجسيم إلى أهل السنة والجماعة من باب التستر. نعم. والله ما قلنا سوى ما قاله
هذه مقالتنا بلا كتمان. والله ما قلنا سوى ما قال الكتاب والسنة. فإذا كان قولنا تجسيما عندكم فالقرآن والسنة تجسيم. نحن ما جينا بشيء من عندنا، نحن مثلكم نهد من الجبال ونحط، نحن نجيب من القرآن والسنة فقط. فإذا رميتمونا بالتجسيم فمعناه أنكم رميتم الكتاب والسنة بالتجسيم، وهذا كفر صريح. لو سبك البيت ننكسر بقوله وجعلتم هذا الاتباع تفترا. لا، لأتباع الكتاب والسنة. جعلتم هذا لأتباع الكتاب والسنة تفترا، لأنه في البيت اللي قبله ذكر قول الرسول ومحكم القرآن. نعم. فجعلتمونا جنة والقصد مع حجر الكلام حتى يتفق. وجعلتمو ذا الاتباع اللي قبل. نعم. فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن. تعين أنكم تريدون بالتجسيم قول الرسول ومحكم القرآن، ما أنتم تريدون الأشخاص، تريدون المصدر الذي عليه أهل السنة والجماعة. لكن صرفتم هذا وجعلتموه للأتباع ولم تجعلوه للأصل من باب التستر أو خوفا من صولة أهل الحق عليه. نعم، هذا معنى الكلام. نعم. وجعلتم ذا الاتباع تسترا خوفا من التصريح بالكفران. والله ما قلنا سوى ما قاله، هذه مقالتنا بلا كتمان. فجعلنا قلنا سوى ما قاله الله ورسوله، هذه مقالتنا بلا كتمان. أما أنتم تتكتمون تسترون، وهذه طريقة أهل الباطل دائما، أنهم ما يصرحون لئلا ينكشف أمرهم، يجيبون لوازم ويجيبون أشياء وكنايات، ما يكسرون على التصريح لأنه باطل مكشوف. نعم. فجعلتمونا جنة والقصد ما الآن وضح الكلام. جعلتمونا جنة تتقون بها رمي الكتاب والسنة بالتجسيم، رميتمونا بالتجسيم علشان نصير لكم جنة، يعني ستر. نعم. فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية القرآن. القصد مفهوم، وأنكم تريدون الكتاب والسنة، ما أنتم تريدوننا نحن، تريدون الكتاب والسنة. ويا حبذا أننا نقي الكتاب والسنة، يا حبذا هذه الجنة وهذه السترة، نحن نصبر على هذا. نعم. هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان. الجواب الثالث، عرفنا الجواب الأول وهو أنه نفي اللزوم، نفي اللزوم. ثانيا، إذا ثبت اللزوم فنحن نقول به، لأن ما يلزم القرآن والسنة فهو حق، ولازم الحق حق، هذا على فرض لو ثبت هذا. الثالث الاستفصال، ماذا تريدون بالتجسيم؟ هل تريدون إثبات الأسماء والصفات؟ فهذا حق ولا نسميه تجسيما. أم تريدون بالتجسيم أجسام المخلوقين؟ فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. التجسيم يستفصل فيه، هو لفظ محدث لا يثبت ولا ينفى، ولكن يستفصل فيه، فإن كان المعنى صحيحا قيل به، وإن كان المعنى باطلا فانفض. فإن كانوا يريدون بالتجسيم إثبات الأسماء والصفات لله فهذا حق، ولكن
ليس هو تجسيما، هذا هو توحيد. وإن كانوا يريدون بالتجسيم أجسام العباد وأجسام المخلوقات فالله منزه عن هذا. نعم. ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا؟ أوضحوا ببياني. تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشان؟ هل تريدون بالتجسيم أجسام المخلوقة أو تريدون ما وصف الله به نفسه من العلو والاستواء والنزول والسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة إلى غير ذلك؟ فهذا حق ولكن لا نسميه تجسيما. نعم. أو ذا الذي قامت به الأوصاف أو صاف الكمال عديمة النقصان؟ نعم. أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت خيولتان؟ لأن الجسم عندهم تلفين في تفسير، الجسم فله في تفسير. فأي المعاني تريدون؟ هل تريدون ما يوصف بالصفات الجسم، ما يوصف بالصفات، ما تقوم به الصفات؟ هذا حق، الله يوصف بالصفات. أم تريدون بالجسم ما تركب من أجزاء، ما تركب من أجزاء كالجدار يتركب من اللبنات والطين، والباب يتركب من الخشب والمسامير والعوار أم تريدون بالتجسيم ما يريده علماء المنطق أو علماء الفلسفة؟ تجسيم عندهم الجسم ما ركب من الهيولة والصورة. أي المعاني تريدون؟ المعنى الأول صحيح، وهو تجسيم الجسم ما تقوم به الصفات، هذا صحيح. وأما المعنى الثاني والثالث فهو باطل. نعم. أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسان؟ نعم. أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذا فيقال تعليم ذي الأذهان؟ المهم أن الجسم له تعريفات كثيرة وله معاني كثيرة، فأيها تريدون؟ حددوا مرادكم حتى نعرف هل هو صحيح ولا باطل. أما الإجمال كذا هذا ما يطلق. نعم، الإطلاق والإجمال بدون تفصيل وبدون بيان لا، ما يطلق، لأنه من التلبيس. نعم. ماذا الذي في ذا فيلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان؟ نعم. فأتوا بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه، فذان اثنان. إذا بينتم ما تريدون بالتجسيم من هذه المعاني فحينئذ هاتوا أدلة على أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التجسيم، وأنى لكم ذلك. نعم. والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واطاهم الثقلان. نعم. إن كنتم أنتم فحولا فابرزوا ودعوا الشكاوي حيلة النسوان. والله لو اجتمعتم أنتم وشيوخكم الأموات السابقين ما استطعتم تصحيح هذا الباطل الذي تفوهتم به، وهو أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم. أو بس المسألة دعوة
على عواهنها، لازم من براهين وأدلة. لو اجتمعتم أنتم وأشياخكم وأتباعكم على أن تصححوا هذه الدعوة ما استطعتم، لأنها دعوة قائمة على الباطل، وما قام على الباطل لا يمكن تصحيحه. نعم. وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى الوحيين لا القاضي ولا السلطان. نعم، إذا عجزتم عن إثبات أنتم وأشياخكم عن إثبات التجسيم فلا تلجأوا إلى الشكوى إلى السلاطين والأمراء ليعزوكم وينتقموا لكم من أهل السنة والجماعة، كما حصل من أسلافكم مع الإمام أحمد وغيره. لا تلجأوا إلى السنة، لكن الجأوا إلى الكتاب والسنة، الجأوا إلى الكتاب والسنة. إن كنتم تريدون الحق، تريدون البرهان، الجأوا إلى الكتاب والسنة. أما اللجوء إلى القوة واللجوء إلى السلطة هذا فعل العاجز الذي يريد الانتصار للباطل، هذا ليس من آداب المناظرة وآداب المحاورة. إن الإنسان إذا عجز عنه، إذا أفحم بالدليل نجا إلى القوة والتهديد، كما قال فرعون لموسى لما عجز عن رد الأدلة التي جاء به موسى، قال لا أجعلنك من المسجونين. ما عنده إلا هالحيلة، حدد سلطته. لما أفحمه الرسول إقامة الأدلة ولم يستطع الجواب، قال لأجعلنك، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المفتونين. هذا ما يجدي شيء. لجأتم إلى السلطة في عهد الإمام أحمد وعذب الإمام أحمد، لكن ماذا ضر وماذا نفع؟ الإمام أحمد زاده عزة وقوة وثناء حسنا، وأنتم ما زادكم إلا شرا وذما مستمرا إلى يوم القيامة. نعم. فاللجوء إلى القوة وإلى السلطة بدلا من اللجوء إلى الحجة، هذا ما هو من مناهج الجدل والمناظرة، وأنتم تدعون أنكم أهل الجدل وأهل المناظرة. كان الواجب عليكم اللجوء إلى الكتاب والسنة. إذا قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والله جل وعلا أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فالحكم هو الكتاب والسنة. فهيا نحن وإياكم إلى الكتاب والسنة، لا تلجأوا إلى السلطان وإلى القوة، هذا ما هو منهج جدل ولا هو منهج مناظرة. نعم. وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى الوحيين لا القاضي ولا السلطان، كما فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية لما عجزوا عن إفحامه، وعجزوا عن هو الذي أفحمهم وأسكتهم، لجأوا إلى القضاة وطلبوا منهم الحكم بسجن، حكموا بسجن وسجن، لكن ما ضر، رفعه عند الله وأعلى ذكره عند الله وبقي الحق والحمد لله. نعم. فنجيب بالترتيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران. الحق إثبات الصفات ونفيها عين المحال وليس في الإمكان. إثبات الصفات حق ونفيها باطل،
هذا هو المنهج الحق، إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله حق، ومن قال به فهو على الحق، ونفيها باطل، ومن قال بنفيها فهو على الباطل. نعم. فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان، كما سبق أنه على القول بأن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، إذا صح هذا فهو حق، لأن لازم الحق حق، ولكن أنى لكم بإثبات هذا. نعم. أو ليس يلزم من ثبوت صفاته، كما هو القول الأول، كما هو الجواب الأول. نعم. أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلزام بالبهتان. نعم، هذا الجواب الأول، والجواب الثاني هو الذي ذكره، إنهم كان لازما فهو حق، لأن لازم الحق حق. نعم. فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذا بلا نكران. نعم. المنع إما في اللزوم أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان. نعم. هذا هو الطاغوت قد أضحى كما أبصرتموه بمنة الرحمن. يقولون إن إثبات الصفات يلزم من التجسيم، والتجسيم باطل، فإثبات الصفات باطل، هذه القاعدة عندهم مركبة من مقدمتين ونتيجة. نحن أبطلنا المقدمة الأولى فقلنا لا يلزم من إثبات الصفات التجسيم، ثم أبطلنا المقدمة الثانية قلنا وإذا لزم من إثبات الصفات التجسيم فهو حق وليس بباطل، إذن بطلت النتيجة. إذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة، إذن انكسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه حجتهم، والحمد لله. نعم. فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين. يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زماني؟ ما هو سبب العداوة بين أهل السنة وبين خصومهم؟ هل هو لأمر دنيوي؟ هل هو لشيء نفسي، انتصار للنفوس، أو هو من أجل الحق والباطل؟ نحن ما عاديناكم وأنتم ما عاديتمونا من أجل الدنيا ولا من أجل هوى في النفوس، يعني أطماع نفسية، وإنما عاديتمونا من أجل اتباع الكتاب والسنة، خصوصا في إثبات الأسماء والصفات، هذا هو سبب العداوة. هل اتباع الكتاب والسنة يوجب العداوة؟ إلا لأهل الباطل، وأنتم تزعمون أنكم على حق وأنكم مسلمون، كان الواجب عليكم أنكم تكونون معنا، أنكم تزعمون أنكم مسلمون وأنكم على حق، الواجب ألا نتعادى وأن نكون شيئا واحدا، ومصدرنا الكتاب والسنة، لأن اتباع الكتاب والسنة لا يوجب العداوة، وإنما يجمع القلوب، وإنما الذي يوجب العداوة هو الأهواء والنزعات والحزبيات، هي التي توجب العداوة. أما اتباع الكتاب والسنة فهو يجمع ولا يفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يجمع القلوب ولا يوحد المسلمين إلا اتباع الكتاب والسنة. أما إذا
اتبعت الأهواء واتبعت الفرق الضالة والأحزاب المتفرقة وترك الكتاب والسنة حصل ما حصل من العداوات والحزازات، بل ربما يحصل ما هو أشد من ذلك وهو القتل وسفك الدماء والتكفير، تكفير الفرق بعضها لبعض. هذا الذي يسببه التفرق والاختلاف عن الكتاب والسنة. نعم. يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زماني؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن النقل الصحيح مفسر، لأن النقل يفسر القرآن، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه. نعم. وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان. نعم، نحن اتبعنا هذه الأصول. أولا الكتاب وهو كلام الله عز وجل، ثانيا السنة وهي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المفسرة للقرآن، ثالثا العقل الصحيح، العقل الصريح، العقل الصريح. والعقل الصريح لا يوافق، لا يخالف النقل الصحيح، العقل الصريح الذي لا يدخله هوى ولا يدخله خبال، لا يخالف النقل الصحيح. نحن نعتمد العقل الصريح لا العقل الملوث والعقل المنحرف، العقل الصريح. الرابع الفطرة التي فطر الله الناس عليها قبل فساد الفطر. فنحن نعتمد على أربعة أشياء: على الكتاب، على السنة، على العقل الصريح، على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. أما أنتم ماذا تسمعون من هذه الأربعة؟ ما عندكم شيء منها، لا نقل لا 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 كتاب ولا سنة ولا عقل صريح ولا فطرة، ما عندكم شيء من هذه الأمور. نعم. هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزاني. والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني. ما عندكم منها شيء، لا تعتمدون على قرآن ولا على سنة ولا على عقل صريح ولا على فطرة سليمة، لأن كل هذه معدومة عندي. إنما تعتمدون على قول فلان وعلى القواعد المنطقية وعلم الجدل، كل هذا ما يغني من الحق شيئا. نعم. والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني، إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن. نعم، لأنكم تزعمون أن العقل الصريح يخالف النقل الصحيح، وهذا باطل. الذي نزل النقل وهو الله جل وعلا هو الذي خلق العقل الصريح، ولا يمكن أن يختلف أبدا. ولهذا يقول جل وعلا: أفلا تعقلون ولكن المنافقين لا يعقلون لا يفقهون لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدل على أن العقل الصريح معتبر. أنتم لا تقولون لا، أن الوحي لا يوافق العقل الصريح، وهذا باطل، وهذا هو الذي أهلككم.
وقلتم ما دام ان النقل ما يوافق العقل الصريح فنحن نقدم العقل، لان العقل يفيد اليقين والنقل هذا يفيد الظن، لا يفيد يقينا عندكم، فنحن نقدم العقل كما قال. فهم يعتمدون على العقل، واي عقل هو عقل فاسد، ما هو عقل صحيح، لانه لو صحيح ما خالف الكتاب والسنة. إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن. هذا سبب الضلال عندهم، إنهم زعموا أنه لا يتوافق الوحي مع العقل، وقالوا أن الوحي يفيد الظن والعقل يفيد اليقين، فنحن نقدم العقل. هذا الذي سبب هلاكهم. أما السنة والجماعة فيقولون لا اختلاف بين النقل الصحيح والعقل الصريح، يتوافقان. نعم. فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل بالألوان. نعم، يعتمدون على العقل. ماذا يفعلون بالنقل من القرآن والسنة؟ يصرفونه إما بالتحريف ولا بالتأويل ولا بتفويض معناه، وما هذا ما يعرف له معنى، هذا يرد إلى الله، الله أعلم بمراده، مجرد ألفاظ يردد ولا يعرف لها معنى، يكون من الألغاز التي ما يعرف لها معنى، والأحادي. هذه قيمة الكتاب والسنة عنده، أنها لا تفيد علما. نعم. فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل للألوان، فإذا عجزنا عنه ألقيناه لم نعبأ به قصدا إلى الإحسان. إذا عجزنا عن التأويل، ما وجدنا للتأويل، إنما ما نعتبر، نحن نعتمد على العقل، وهذا نفوض أمره إلى الله، نفوض معناه إلى الله، والعمدة هو العقل. هذا إذا عجزوا عن التأويل، لجأوا إلى التفويض. ومعناه ان القران والسنه ما لهم قيمه، لكن ان وافقت ما العقول عندهم خذوا بها، لكن ان خالفت لا، يقدمون العقول بزعمهم. هذا سبب ضلالهم. نعم. ولكم بذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن. نعم، الذين أنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، إذا نزلت بهم عقوبة بسبب هذا الفعل، نزلت بهم عقوبة إما بدنية وإما قلبية بالزير والعياذ بالله، إذا نزلت بهم عقوبة جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا، ما قصدنا مخالفة القرآن وإنما أردنا الإحسان والتوفيق بين القرآن وبين مصالح الناس،
يزعمهم ان القران يخالف المصالح، فهو اراد التوفيق بين القران وبين مصالح الناس لانهما متعارضان يحتاجان الى توفيق والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما في قلوبهم الا الكفر والنفاق والعياذ بالله. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا سلف هؤلاء، سلفهم المنافقون الذين نزلت فيهم الآية. وإذا خالفوا الكتاب والسنة وأصيبوا بمصيبة قالوا إنما أردنا مخالفة الكتاب والسنة، لكن اجتهدنا، نحن اجتهدنا نريد الخير ونريد الاجتهاد في مقابل النص ما يصلح، ما في اجتهاد في مقابل النص، الاجتهاد إنما يقول إذا لم يكن هناك نص، اجتهاد في طلب الحق، أما ما دام في نص لا اجتهاد في مقابلة النص. نعم. ولكم بذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى نحن نقول لكم تعالوا، ما أشبه الليلة بالبارحة، نقول لكم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تقولوا لا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدور، يقولون أن القرآن والسنة ما يفيدان اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو الطاغوت هو العقل. نعم. لما دعوا للأخذ بالقرآن صدوا، فلما أن أصيبوا أقسموا، لمرادنا توفيق ذي الإحسان. إن قصدنا اجتهدنا، هذا اجتهاد، يقول له مو هذا اجتهاد، هذا ضلال. الاجتهاد ما يكون في مقابل النص، ما يكون بالإعراض عن الكتاب والسنة. تعرض عن الكتاب والسنة تقول أنا أجتهد، ما يصلح هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. ما جاء الاجتهاد إلا في المرحلة الأخيرة إذا لم يجد في كتاب الله ولا بسنة رسول الله ما ينص على الحكم وينهي النزاع. نعم. ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان. المصيبة، فكيف إذا أصابتكم مصيبة؟ إما أن تكون مصيبة في الأموال والأنفس، وإما أن تكون مصيبة في القلوب في الزيغ والضلال، وهذه أشد. وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، لازم يعاقب، لازم يعاقب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهو الزيغ في القلوب، أو عذاب أليم وهو القتل والتشريد وكما حصل للكفار. هذه عقوبة من أعرض عن الكتاب والسنة، ما يروح هجرا أو عفوا. نعم. فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل مجاني. كل أقوالهم اللي يجيبون واعتذاراتهم كلهم حوكات لا تغني عن الحق شيئا. وهذه صفة من أعرض عن الكتاب والسنة واتبع هواه، تبع شهوته، يأتي من الأعاجيب. لو تتبعت أقوال أهل الضلال وأقوال المفتين الذين يفتون حسب رغبات الناس وشهوات الناس، لو تتبعت أقوالهم وما يستدلون به لا أخذك العجب من
كيف الإنسان يصل إلى هذا المستوى وينحط إلى هذه الدرجة وهو يدعي العلم ويدعي؟ نعم. هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين زخارف الهديان. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. لما أمره الله بالسجود امتنع عن السجود واحتج على الله بأنه خير من آدم، احتج بالقياس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وزعم أن النار خير من الطين، احتج بالقياس الفاسد. أول من قاس إبليس لعنه الله، وهو قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن الطين ينتج، ينبت النبات والكلى، تغرس فيه الأشجار ويثمر، أما النار فلا تنتج شيء، بل هي تحرق وتتلف، تحرق وتتلف الأشياء، ما لها نتيجة. هذا قياس فاسد، ولكن لجأ إليه عدو الله لأنه ما عنده دليل، فهو أعرض عن أمر الله ولجأ إلى القياس. هذه صفتكم أنتم وشيخكم في هذا، أعرضتم عن كلام الله وأخذتم القياس المنطقي. نعم. فهذا الذي أنتم عليه يشبه ما كان عليه إبليس من قبل. نعم. شيخ الوجود يعني شيخ أهل الضلال. نعم. نعم عزيزي. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. لما قال له، لما أمر الله الملائكة بالسجود، الملائكة ابتدروا أمر الله وسجد، وأما هو الخبيث فسق عن أمر ربه وأبى، إلا إبليس أبى، واحتج بأنه خير من آدم. لماذا؟ لأنه مخلوق من النار، وآدم مخلوق من الطين، والنار بزعم خير من الطين. أول شيء أنه ما لجأ إلى القياس مع وجود النص، وثانيا هذا قياس فاسد وهو صحيح. نعم. فانحدر من هذا كل المذاهب أهل الباطل كلها، مأخوذة من مذهب إبليس. نعم. الملائكة تبعت النص، والملائكة عليهم الصلاة والسلام تبعوا النص، وبادروا بالسجود وامتدلوا، أما هذا فخالف النص ولجأ إلى القياس الفاسد. أول شيء أنه لا قياس مع النص، وثانيا أن القياس هذا باطل ما هو صحيح. نعم. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق. واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. نعم. ثم ارتضى عن الكبر، الذي حمله على هذا الكبر والحسد، الكبر عن أمر الله والحسد لآدم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. ثم ارتضى. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. سجود لآدم عليه السلام. نعم. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق. أن هذه منفصلة. أن منفصلة. أنصار هذا فعل ما هو أنصار يعني جمع ناصر. لا. ارتضى إبليس لعنه الله أن يكون قوادا لكل شر، أن يكون قوادا لكل شر، وصار قدوة لكل كافر وملحد.
ارتضى لنفسه هذا. نعم. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. نعم. هو قواد الكفرة والفساق. نعم. وكذاك أهل الشرك قالوا كيف دا بشر أتى بالوحي والقرآن. وهذا القياس الفاسد أيضا استعمله المشركون في نفي الرسالة، وقالوا كيف يكون الرسول بشر ونحن بشر، هو بشر مثلنا، هو بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ هذا قول ثمود. والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أأنزل عليه الحق من بيننا، أأنزل عليه الحق من بيننا، يعني ليش يخص بالرسالة دوننا، وهو فقير ويتيم وتعدى الرسالة فلان وغلام أكابر القوم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من الطائف ولا من مكة، ورى الله يختارها اليتيمها ويترك شيخ الطائف وشيخ مكة ولا ينزل الوحي عليهما. هذا قياس باطل. الرسالة أمر اختياري يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، أمر اختياري. الله يقتضي من الملائكة رسلا ومن الناس، أمر اختياري، والله يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح لها. هذا الذي حصل عند المشركين، هو هذا القياس، انه بشر فكيف يوحى اليه ويترك غيره من البشر من هو اولى منه الزعم، هذا القياس الباطل بشريه. نعم. وكذاك اهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن. ثم ورى ما جاءنا ملك من الملائكة، أراه يجينا بشر، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، بل قالوا ما حتى ما نرضى أنه يجينا، لازم يجي كل واحد كتاب من الله، من الله إلى فلان، يجي ينزل من الله كتاب إلى فلان، من الله إلى فلان، إنك تسلم وإنك تؤمن، ولا يجينا واحد بشر ينزل علينا بالوحي. نعم. ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان. وهذا من العجب، إنهم استغربوا أن تكون الرسالة في البشر، ولم يستغربوا أن تكون العبادة في الحجر، عبدوا الأحجار والأشجار لانتكاس عقولهم والعياذ بالله. نعم. وكذاك عباد الصد، هذه حكم عظيم. وكذاك أهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن. ثم ارتضوا أي لماذا يكبر رسالة للبشر ولم تكن للملائكة؟ الملائكة ما هم من جنس البشر، والرسالة تكون في الجنس لأجل الهداية، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، والملائكة ما هم من جنس البشر، ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فلو كان اللي في الأرض ملائكة أرسل الله إليهم ملائكة،
ولما كان الذين في الأرض بشر أرسل الله إليهم بشر، هذه الحكمة الإلهية من أجل البيان، لأن الآدميين لا يستطيعون التلقي عن الملائكة ولا يستطيعون رؤية الملائكة، ولا تظهر الملائكة لهم إلا عند الموت أو عند نزول العقوبة والعياذ بالله. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فالملائكة ما تظهر للبشر إلا عند الموت أو عند العقوبة العامة التي تنزل، كالذي حصل للأمم السابقة. نعم. وكذاك أهل الشرك قالوا كيف دا بشر أتى بالوحي والقرآن ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان. كيف يستغربون أن تكون الرسالة في البشر ولا يستغربون أن تكون العبادة في الأحجار والأشجار والأموات؟ نعم. وكذاك عباد الصليب حبوا بتاركهم من النسوان والولدان. وكذاك عباد الصليب حموا بتاركهم من النسوان والولدان. حموا؟ نعم. حموا ايش؟ بتاركهم. ها؟ حموا بتاركهم. بتاركهم، بتاركهم. جمع بكريك، البكريك، البكريك والبكريك يعني البطارقة والبكاركة شيوخهم. يقولون إن البكريك أو البكريك أو القسيس أو الأب زعمهم إنه ما يليق إنه يصير له أولاد ولا زوجة، ينزح عن الزوجة والأولاد، ولم ينزه الله عن الصاحبة والولد، تعالى الله عما يقولون. هذا من التناقض، ينزهون شيوخهم وينزهون أئمتهم من الزوجة والولد ولا ينزهون الله جل وعلا، يصفونه أن له زوجة وأن له ولدا، تعالى الله عما يقولون. هذا من التناقض العجيب. وعباد الصليب المراد بهم النصارى، النصارى لأنهم يعبدون الصليب، والصليب هو عبارة عن صورة مصلوبة على خشبة، يزعمون أنها صورة المسيح عليه الصلاة والسلام لما قتل وصلب على الخشبة، هذا هو الصليب ويعبدونه. وكان يقول ابن القيم كان الواجب عليهم أن يكسروا الصليب لأنه عار عليهم، لأنهم يدعون أن اليهود قتلوا نبيهم وصلبوه، هذا عار على النصارى، فكيف يظهرون هذا الصليب ويعظمونه؟ هل يفرح به اليهود لأنه عاد بذكرى قتل المسيح على يد اليهود بزعمهم؟ هذا من غباوتهم، هذا من غباوتهم. لذلك سموا عباد الصليب، يضعون الصلبان على سياراتهم وعلى ملابسهم وفي كنايسهم وعلى طائراتهم وعلى صدورهم، يحملون عبادة يعبدونها والعياذ بالله، هذول عباد الصليب. نعم. وكذاك عباد الصليب حبوا بتاركهم من النسوان والولدان. يقولون ما يليق بالبطريق أنه يتزوج ولا أنه يولد له، ينزه عن هذا. وهم يقولون إن المسيح ابن الله، إن المسيح ابن الله، فلم ينزه الله عن الولد. نعم. وأتوا إلى رب السماوات العلا جعلوا له ولدا من الذكران، وهو المسيح عليه السلام. نعم. وكذلك الجهمي نزه ربه، أو يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم،
وهذا أشد والعياذ بالله تنقصا لله، لأنهم يزعمون أن الله دخل في فرج مريم وحملت بالله في بطنها ثم ولدته بين دم وفرج، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انظروا الشناعة التي يقولونها في حق الله جل وعلا، أن الله دخل في فرج مريم عليها السلام وأنها حملت به وأنها ولدته من بين دم ومن بين أشياء قذرة تحصل مع الولادة، لم ينزه الله عن ذلك تعالى الله عما يقولون. وينزهون قساوستهم عن الزوجة والولد. نعم، انظروا التناقض. وكذلك الجهمي نزه ربه عن عرشه من فوق ذي الأكوان حذرا من الحصر الذي في ظنه أو أن يرى متحيزا بمكان. كذلك الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة من حذى حذوهم في نفي الصفات، نزه الله عن صفاته من باب التنزيه له بزعمه، فسلبوا عنه الكمال، سلبوا عن الله الكمال والعياذ بالله بحجة التنزيه ونفي التشبيه، وهذا باطل. نعم. فأصاره عدما وليس وجوده متحققا في خارج الأذهان. فلما نفوا عنه الصفات لزم أن يكون معدوما، لأن الذي ليس له صفات هو المعدوم، أما الموجود من كل الأشياء لا بد أن يكون له صفات. ما هنا شيء موجود إلا وله صفات، وأما الذي ليس له صفات فهو المعدوم، فلزم من قول الجهل وأتباعه أن الله معدوم، تعالى الله عن ذلك. نعم. لكن نزه الله عن الصفات ولم ينزهوه عن العدم. نعم. لكن ما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان، يعني حلولية، الحلولية غير ما يختص الله بأن يكون على العرش ولا فوق السماوات، وإنما هو بكل مكان نفيا نفيا للعلو عندهم، لأن العلو يقتضي التجسيد. فهم لجأوا إلى كفر أشد والعياذ بالله، أنه لزم على هذا أن الله يدخل في الحشوش وفي المحل القاذورات وفي كل مكان سيء لا ينزهون الله عنه. نزه الله عن الصفات فلزمهم أن أثبتوا له النقائص والعيوب وأنه حال في كل مكان. جعلوه في الآبار والأنجاس جعلوه في الآبار والأنجاس والخانات والخربات والقيعان، لأنهم ما نزهوه عن الأمكنة القذر ولا عن الخرائب ولا عن دورات المياه ولا عن أي مكان لا يليق، لا يليق بالبشر فكيف يليق بالله جل وعلا. وهذا لازم الباطل، لازم الباطل باطل. نعم. فنفي الصفات باطل لزم عليه باطل الأشد. نعم. والقصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان. نعم. السبب في ضلالكم أنكم لما تركتم الكتاب والسنة تفرقت بكم الطرق وضللتم، كما قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله،
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تركتم صراط الله جل وعلا المستقيم تبعتم طرقا مختلفة ملتوية لا تفضي إلى حق وإنما تفضي إلى الباطل. نعم. وعرفتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ عرض وزاني العكس، يعني عكستم الأمور. الواجب أنكم تعرفون قول الشيوخ على كلام الله وكلام الرسول، فما صححه فهو صحيح وما أبطله فهو باطل. أنتم عكستم، عرضتم القرآن والسنة على أقوال الشيوخ، فما وافق أقوال الشيوخ قبلتموه، وما خالفها رددتموه وأولتموه وحرفتموه، وهذه طريقة أهل الباطل والعياذ بالله. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيكم في كلام التساريني رحمه الله في قضية أنه أول واجب النظر وعدم التقليد؟ هذا ما هو صحيح. نبه عليه شارح طحاوية رحمه الله لأن الواجب على المكلف الإيمان بالله ورسوله، وأول ما يجب الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأما معرفة الله جل وعلا فهي مفطورة في القلوب، فطرة في القلوب عليها، لا يحتاج إلى نظر. النظر المراد به الاستدلال بقواعد المنطق، هذا قصده، النظر بقواعد المنطق وعلم الجدل. وهم قصدهم التفكر في آيات الله، التفكر في آيات الله مطلوب لا في شك، ولكنهم قصدهم بالنظر استعمال قواعد المنطق في إثبات وجود الله أولا. هل هذا يقوله مسلم؟ الله جل وعلا لا شك فيه جل وعلا، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، هذه مقالة باطلة. والسفاريني رحمه الله نقلها على علاتها، ما فكر فيها، عنده تجاوزات مثل هذا رحمه الله. نعم، لأنه ما فكر فيها، وقد علق على عقيدة، علق عليه تعليقات وافية لله الحمد. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، نسمع هذه الأيام بإنشاء مدرسة عقلية تكون بكلام أهل البدع مثل خلق القرآن وغيره، فهل هذا صحيح وما توجيه فضيلتكم؟ ما أدري عنه، ولا يصير إن شاء الله، ما يكون. الواجب أنك تثبت، إذا حصلت معلومات صحيحة أن ترفع لولاة الأمور وإن شاء الله يقومون بالواجب. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في من قالوا تسجيل النونية على أشرطة التسجيل وترديدها في بعض المناسبات، وغالبا ما يخص منها وصف الحور العين؟ النونية تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى شرح، هي مجرد ترميم يرنم، تحتاج إلى شرح وبيان. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، بعض القبائل والعشائر لا يذهبون إلى المحاسن عند الخصومة، وإنما يتفقون فيما بينهم بموافقة شيخ القبيلة ويسمونه صلح، فهل هذا من التحاكم إلى غير الله؟ إذا أجبر الناس على الصلح فهو من التحاكم إلى غير الله، أما إذا كان الصلح اختياري وبالتراضي ففي مانع، لكن إذا كان الصلح إجباري وإلزامي هذا هو التحاكم إلى غير ما أنزل الله. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، إذا سئل عن الذنب الذي لا يغفر هل الجواب يكون الشرك على الإطلاق أو الشرك الأكبر دون الأصغر؟ تقول الشرك،
كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، تجيب بالآية يكفي. نعم لا تفصل، لأنك إذا فصلت يصير هذا يهون على الناس. نعم أجمل كما أجمل الله. نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. الحلولية أقدم من الجهمية، وما العلاقة فيما بين الحلولية والوجودية؟ وهل الحلولية أشد كفرا من الجهمية والوجودية؟ لا أدري، لكن الحلولية في الإسلام الظاهر ما ظهرت إلا متأخرة، وكان أصلها موجود عند النصارى وعند الأمم الأخرى، أي مذهب منحدر من الملل الكافرة الأخرى، اعتنقها الباطنية من الشيعة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما رأي العلماء في كتاب رئيس التوحيد من حيث الاسم والمضمون؟ هذا كتاب استنكره العلماء لما ظهر، لأنه اعتدى على كتاب التوحيد الذي هو محل الثقة عند المسلمين. الشيخ رحمه الله ما يذكر الحديث الضعيف إلا وله شواهد من الآيات أو من الأحاديث الأخرى، ما يدخله إلا إذا كان له أصل يدخل تحته من الأدلة الصحيحة، لكن هذا ما فهم منهج الشيخ رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وقد نقض هذا الكتاب، نقض وطبع الرد عليه والحمد لله من الشيخ ريح البهلال في الزلفي، وقرض له الشيخ ابن باز، قدم له مقدمة ومطبوع الرد على هذا الكتاب. نعم ضعيف كتاب التوحيد. نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. في أحد الأماكن حصل افتتاح مبنى من المباني، وعند الافتتاح حصل ذبح كبش إذانا بالافتتاح، وتم أيضا تصوير ذات إحدى الجرائد حيث كان الذبح خارج المبنى. السؤال ما حكم هذا الفعل؟ هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك بالله وذبح لغير الله، لأنهم يعتقدون أن هذا الذبح للجن ويتقون شر الجن بهذا الذبح، يذبحون للجن علشان الجن ما يضرونهم، وهذا من فعل الجاهلية وشرك بالله. فإذا كان هذا حصل في بلاد التوحيد فالواجب رفع أمره إلى ولاة الأمور ليؤدبوه الأدب الرادع. نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هناك من قراء القرآن من ابتلوا بالحزبية، فهل يجوز السماع إليهم؟ القرآن يسمع، القرآن كلام الله، القرآن تسمع وتنتبع به، وأما القارئ ما عليك، القارئ ينبه عليه أن تسمع كلام الله تتأثر به. نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل يقال لمريم بنت عمران عليها السلام أو رضي الله عنها، أو لا يقال شيء؟ أرجو التوضيح. لا بأس أنه يقال عليه السلام، من الصالحين ومن النساء الصالحات، لا بأس أنه يصلى ويسلم على غير الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، يجوز تقول صلى الله على فلان أو عليه السلام، لا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هناك جماعة انتشرت في هذه الآونة الأخيرة في مجتمع البادية خصوصا، وهم يسمون أنفسهم المبلغين، يدعون الناس إلى أصول ستة، ويطلبون من الناس الخروج معهم إلى خارج هذه البلاد إلى باكستان والهند، ويحببون إلى الناس كثرة الأذكار، ولا يحصون على العلم ولا يعلمون أحد التوحيد. ومع أن هذه جماعة صوفية معروف، جماعة صوفية يسمون أنفسهم جماعة التبليغ، وهي أتت من الباكستان، أتت من الباكستان جماعة صوفية وشيوخها شيوخ ديوبند قبوريون، وجاءت بحجة الدعوة إلى الله، وهي جماعة بدعية
لا يجوز الاشتراك معها ولا الخروج معها، يجب الإنكار عليها. عندنا ولله الحمد دعوة التوحيد ومنهج التوحيد، فاللي يحب الخير ويريد الخير يقوم بهذه الدعوة، دعوة التوحيد التي عليها أئمة هذه البلاد ومشايخ هذه البلاد. أما أنه يمشي على منهج الديوبنديين في الباكستان أو الهند، قبوريون صوفية، فهذا منهج أهل الضلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تكلمتم أمس عن الشرك الأصغر وقسمتموه إلى ثلاثة أقسام، آمل بيانها. ما قلنا ثلاثة أقسام، قلنا قسمين: شرك ظاهر على الألسن مثل الكذب بغير الله، قول ما شاء الله شاء فلان لولا الله وأنت، وقسم خفي في القلب وهو الرياء، هذا لا يعلمه إلا الله. نعم، شرك خفي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي لأنه لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، إذا كان الأخ مسافرا مع أخته وهو محرم لها، هل له أن ينام معها في غرفة أم لا بد أن يكون له غرفة وللأخت غرفة أخرى؟ ما يلزم أن يكون في غرفة أخرى إلا إذا خشي على نفسه من الفتنة، إذا خشي على نفسه من الفتنة وهو ينام في غرفة. أما ما دام ما يخشى على نفسه من الفتنة لأنه محرمه وأخته وهو مسلم فلا داعي إلى التكلف. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، خرج كتاب حديثا لأحد طلبة العلم ويحتوي على مسألتين: الأولى الأخذ مما زاد على القبضة في اللحية وأنه جائز، والثانية صبغ اللحية والشعر بالسواد وأنه جائز، وأطال النفس في الاستدلال لهاتين المسألتين، فما رأي فضيلتكم بهذا الكتاب؟ هذا القدر فيه فتوى قريبة من اللجنة الدائمة في تغليط هذا الرأي والرد على صاحب هذه الفكرة، وستنشر إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أورد الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري أورد كلاما لابن بطال على حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما بصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن المرأة الخثعمية الكاشفة وجهها. قال ابن بطال: كاشفة وجهها؟ من قال انها كاشفة وجهها؟ ما في الحديث انها كانت كاشفة وجهها، هذا من الكذب. نعم. قال ابن بطال: وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ما هو صحيح، وليس في حديث الخثعمية انها كانت كاشفة لوجهها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: جاء في الاختيارات للبعلي ويقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم لأنها أول ما نزل، ونقل هذا القول عن الإمام أحمد، ما رأي فضيلتكم؟ الاختيارات اختيارة البعلي الشيخ الإسلام هذه يحتاج إلى رجوع إليها وتثبت. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: أخذت مالا من والدي. أحيانا يحكي الشيخ رحمه الله، أحيانا يحكي الأقوال مجرد حكاية وله معناه أنه يفتي بها، لكن يذكرها من باب استقصاء البحث، وقد يطول نفسه في المسألة ولا يجي رأيه إلا في الأخير، لكن بعض الناس ثم صاحب هوى ويخطف الكلمة ولا يصبر لما تجي النتيجة، ولا أنه ما عنده صبر وجاهل يأخذ ما يتبع أول الكلام وآخر وسياق الكلام حتى يتبع رأي الشيخ رحمه الله، بل يظن كل ما كتب في الفتاوى أنه رأي للشيخ. صحيح الشيخ ذكر أقوال الحلولية وأقوال الاتحادية وأقوال أهل الشرك ليرد عليها، يجي واحد يخطف كلمة ولا سطر وما جاب أول الكلام ولا آخر ولا نتيجة، هذا ما هو صحيح، وينسبه للشيخ.
هذا من التضليل أو من التجهيل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: أخذت مالا من والدي بدون علمه لحاجتي له أو لحاجتي إليه، ولم أستطع أن أعطيه إياه، ولكنني بدلا من ذلك قمت بالتكفل والقيام ببعض أمور البيت كتسديد الفواتير وشراء بعض الحاجات، وأعتبرها من المال الذي أخذته من والدي. ما رأيكم في ذلك وما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرا. الأمر في هذا سهل إن شاء الله، ما دام رجعت المال إلى بيت والدك نرجو أنها برئت ذمتك من هذا، واللي بين الوالد وبين الولد إن شاء الله أنه أمر سهل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، كثيرا ما أغتسل دون وضوء وأنسى المضمضة والاستنشاق، وأحيانا أذكرها بعد لبس ثيابي فأتمضمض وأستنشق، وأحيانا أنساها ولا أذكرها وأصلي عدة فروض بهذا الغسل، ما هو الواجب في حقي؟ هذا وسواس، هذا الظاهر من وسواس. ما أظن أن أحد يتوضأ ولا يستنشق ولا يتمضمض، لكن يظهر أنه وسواس يرتكب. الله لا، بس احرص على هذا في المستقبل، احرص على هذا في المستقبل. وأما الذي مضى الظاهر من وسواس. نعم. النسيها في الغسل يلزمه الإعادة؟ يتمضمض ويستنشق ويكفي. نعم. عفى الله عنك. فضيلة الشيخ، عندي أرض معروضة للبيع، فلما أكملت 11 شهرا بيعت، هل هذه الأرض وقيمتها إذا أكملت أقل من سنة عليها زكاة؟ إن كان صرفتها قبل تمام السنة على نية البيع فليس بها زكاة، وإن كان إلا ما صرفتها إلا بعد ما تمت السنة على نية البيع، ما هو على البيع، على نية البيع، فإنك تزكيها، تخرج ربع العشر. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: في بلدنا هناك بيوت ليس لك يقول في بلدنا هناك بيوت ليس فيها صفوف التملك، إنما بناها أصحابها قديما ثم تركوها، ثم جلس فيها أناس وعمروا فيها، وهؤلاء إذا أرادوا الخروج منها يبيعونها بدون مقابل، بيعا بدون مقابل لها، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا تراجع فيه المحاكم الشرعية، باقي الملكيات تراجع فيه المحاكم الشرعية، والبيع ما يوثق إلا من المحكمة، والمحكمة تطلب وثائق، ما هي بالمسألة سهلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل فرش المساجد بالفرش وترميمها من الصدقة الجارية؟ نعم، من الوقف، يكون من الوقف ما تبنى به المساجد أو يرمم به المسجد أو يفرش به المسجد أو المصاحف التي تجعل للمسجد أو الكهرباء أو المراوح أو المكيفات أو الميكروفون، كل هذا من يجري مجرى الوقت والصدقة الجارية. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، كفارة اليمين وهي 10 مساكين، هل ممكن أن أعطي عائلة مكونة من 4 أفراد ما يكفي لإطعام 10؟ ما يجيك إلا عن 4، تعطيهم قدرهم والباقي تعطيها آخرين لما تقلق 10. نعم. يقول: وهل يلزم أن أطبخ الطعام أو أعطيهم الرز واللحم غير مطبوخ؟ مخير، إن شئت تطبخه وإن شئت ما تطبخه أنت مخير، وعدم طبخه أحسن، لأنهم قد يحتاجون غير الأكل، قد يحتاجون له يوم ثاني أو يصير عليهم دين يسددون بدينهم، أو يعني كونك تعطيهم إياهم غير مطبوخ أحسن لهم يتصرفون فيه، أما المطبوخ ما يمكن يتصرفون فيه إلا بالأكل فقط. نعم. لكنه يجي على كل حال، هو يجي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، من المعلوم أن تحويل المباح إلى عبادة يكون بالنية مثل الطعام والنوم، هل يجب أن أنوي عند كل نومة وعند كل أكلة، أو أنوي مطلقا أن أكلي ونومي هو لله؟ لا، ما يكفي مطلقا، تنوي عند كل حالة في وقتها، تنوي عند كل حالة في وقتها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اجتهاد منه ولم يستشر أهل العلم ولا رضي أهل العلم بذلك ولم يستشرهم، وإنما هذا عمل سياسي فقط. وعلى كل حال القبر باقي في البيت وباقي في الحجرة النبوية وليس هو في المسجد، وإن يدخل في المسجد فهذا غلط، لكن إخراج عزله الآن من المسجد يحدث فتنة ويحدث شرور أكبر، فلذلك تركوه على ما هو عليه من أجل خوف الفتنة وحصول ما هو أشد من سفك الدماء وغير ذلك. فبقاؤه مع المحافظة عليه وحراسته وضبطه ودعوة الناس للتوحيد وإنكار ما يحصل عنده من الشرك، الآن الحمد لله ما يظهر عنده الشرك، وكون الإنسان يغمر في نفسه شيء أو يقول شيء في خفاء نفسه هذا لا يعلمه إلا الله، هذا بينه وبين نفسه، لكن هو ما يظهر هذا. الحمد لله ما يذبح عند القبر ولا ينذر للقبر ولا ترفع الأصوات بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا والحمد لله ممنوع، وهذا ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قولها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والقصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهديان، فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان، وعرفتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ عرض وزان، وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والعول في الميزان، ووردتم سفل المياه ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن، وأخذتم أنتم بنيا في الطريق ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يصف الإمام ابن القيم رحمه الله المخالفين في الكتاب والسنة في أمور العقيدة وغيرها لأنهم اعتمدوا على آراء الناس وأقوال الناس والتقليد والشبهات، فضلوا الطريق لأنهم لم يأخذوا الطريق السليم. ولا شك أن من ترك الطريق السليم فإنه يقع في الضياع في المعنويات وفي المحسوسات، ولهذا يقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أخذوا الصراط المستقيم، أخذوا الطريق الواضح، واعتمدوا على الكتاب والسنة فاهتدوا إلى الصواب. وهذا لا شك أنه عام في كل الخلق، أن من أعرض عن الوحي واعتمد على الآراء، اعتمد على العقول والتقليد، فإن نهايته إلى الضياع، ولا حد للطرق، كل له طريق وكل له مذهب وكل له رأي،
لا يتحير الإنسان ماذا يسلك من هذه الطرق، بخلاف الذي يسير على الكتاب والسنة فإنه يسير على منهج واضح وعلى هدى من الله سبحانه وعلى بصيرة. فلذلك أهل السنة والجماعة لا يختلفون في أمور العقائد، عقيدتهم واحد، منهجهم واحد، لأن طريقهم واحد، طريقهم لأن طريقهم الذي يسيرون عليه طريق واحد، فلا تتشعب بهم الآراء والأهواء، فهم يعتمدون على الكتاب والسنة وهما سبيل النجاة والهداية للصراط المستقيم، وتجدهم متحابين إخوة، وتجدهم مطمئنين ليس عندهم شكوك ولا أوهام ولا نزعات. فهذا منهج الحق ومن سار عليه، وذاك منهج الباطل ومن سار عليه. فعلى كل مسلم أن ينظر في هذا الأمر، ومن يتبع، هل هو يتبع الكتاب والسنة يقدمهما على الآراء والأقوال والعقول والأفكار، أو أنه يتبع الآراء والعقول والأفكار والمقالات معاي الفريقين؟ هو لا شك أن مهما إنسان الذي يخرج عن هذه القسمة، ما يكون مع أهل الحق وعلى سبيل الحق، وإما أن يكون مع أهل الباطل وعلى سبيل الباطل، ما أحد يسلم من هذه القسمة أبدا. فليفكر الإنسان ولينظر مواضع قدميه وأين يسير ومع من يسير. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا سبيل النجاة وهؤلاء هم أهله، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين يسيرون على هذا الطريق. لا. وأخذتم أنتم بنيا في الطريق، ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطان. بنيا في الطريق هي الطرق المختلفة المنبثقة عن الطريق الحق والخارجة عنه، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا مستقيما، وخط عن جنبتيه خطوطا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقرب به المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال بالمحسوسات ليقرب بها المعاني حتى تتضح للناس. نعم. فهؤلاء سلكوا بنيات الطريق، الجواد المختلفة. وأما أهل السنة فسلكوا الطريق الأعظم السلطاني. طريق السلطان هو طريق الواضح، عند الناس السلطاني الذي ليس فيه التواءات، يقول هذا سوق سلطاني أو هذا طريق سلطاني، يعني ليس فيه
تعاريج وليس فيه التواءات